فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ثم ذكر ما وعد به المنافقين والكفار من النار ومن اللعنة ومن العذاب المقيم وبإزائه، يعني ثلاثة أمور: النار واللعنة والعذاب المقيم، كلها والعياذ بالله عقوبات شديدة. نعم. وبإزائه ما وعد المؤمنين من الجنة والرضوان والرحمة. أي نعم، ثلاثة أمور وعد المؤمنين في مقابل ما وعد به المنافقين، ثلاثة أمور: جنات ورضوان ورحمة. نعم. وأولئك لعنة بدل الرحمة، لعنة واللعنة هي الطرد والإبعاد من الرحمة. نعم. ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة ليس هذا موضعها. رحمه الله ما أدقه وما أغزر علمه، يعتذر عن أنه لم يبين كل ما تشتمل عليه الآيتان من الأسرار العظيمة، وإنما ذكر إشارة خفيفة منها. نعم. قال: وإنما الغرض تمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله من تحريم مشابهة المغضوب عليهم والضالين. نعم.